والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أحلى متابعين وأحلى ناس. المدينة اللي نحن على وشك نبدأها خلنا نقول بالنسبة لي نوعا ما مدينة أحلام، لأن هي راح تكون عبارة عن تقليد أو مستوحاة من مدينة الأم اللي هي أبو ظبي، فبالتالي راح تكون شوارعها مبنية من الواقع. قد تكون بعض الشوارع جيدة، بعض الشوارع فيها شيء بغض النظر، لكن على الأغلب تصميمها وجودها بالنسبة لي أنا يكون شيء خاص جدا، يعني لأن النهاية هي المدينة اللي أنا ربيت فيها يعني فعليا. فإني أستوحي مدينة من مكان موجود سيكون بالنسبة لي عمل حبتين ضخم، أكثر من حبتين، يكون عمل وايد ضخم. وقدر الإمكان بحاول إني أجيب الأشياء بشكل صحيح. طبعا الحين أنا أتكلم عن المنطقة اللي ببدأ فيها بين الجسرين، الشوارع اللي بحطيها بتكون مبنية على نفس خلنا نقول ترتيب مالها قدر الإمكان. حتى الجسور بحاول أسوي لها ريبليكيت. طبعا الشوارع كبداية مش كلها أقدر أسوي لها ريبليكيت لأن ما عندي هايويز وأشياء ثانية معينة، ولكن معظم الأشياء نظريا مفروض تكون سهلة إلى حد كبير في التنفيذ، مش إلى حد صغير. يعني حتى تحديد الأماكن هاي راح أغيرها شوي شوي. مثل ما تقولون هذا المكان عندنا اللي قاعدين نسويه مجمع للوكالات، ولا مجمع للأشياء موجودة عندنا في بين الجسرين، هنا في محلات ودكاكين وأشياء ثانية. المنطقة مش مربعة، ما أقدر أقول مربعة، بس شبه مربعة، وراح الأغلب يمشي عليها معظم الأشياء، حتى القنوات البحرية راح أسويها على هذا الأساس. فالمدينة مرتكزة على شوية شبه مربعات، لكن مش 100% مربعات. والشوارع هاي من هني غير صحيحة، شوارع بين جسرين تقريبا كلها رايح راد، عبارة عن سيدين شوي قراب من بعض الطريقة هذه. وفيها الدوار صراحة دائما أصلي صغير، طريقة شبك الدواوير راح تكون شوي صعبة، بس راح نسويها إن شاء الله قدر الإمكان مطابقة. طبعا اللي أوت شوي على صغير، ولكن أني it will be fine، بيكون شيء مصغر بسيط. هني المحلات موجودة على الشارع العام، مكان زحمة وايد، بس في مكان حق باركنات في العادة، لكن ما أظني راح اوصل لهاي المنظر يعني صراحة التفصيل، ولكن وراها تقعد الفلل وباقي الاشياء في المدينة هذه ولا المنطقة هذه عندنا يا ابو ظبي. طبعا المنطقة اجمل من ما انا قاعد اسوي بمراحل، لكن مثل ما تشوفون المساحات واختلاف الاشياء، ما قاعد اسوي ريبليكا انا او شيء طبق الاصل، ولكن قاعد اسوي يعني مثل ما تقولون شيء فيه استيحاء مجرد فقط لا اكثر، يعني بس انه اللي يصير يشيك ويقول هذا مو بنفس الشيء، هي هو مش نفس الشيء، ومش الهدف ماله يكون فعليا نفس الشيء. عقب هذه المنطقة ابدأ اسس منطقة جنبها تقريبا، هني تكون صناعية، تأسيسها ما راح يكون بس شيء سهل 100%، لكن طريقة سير الشوارع والجسور مختلفة نوعا ما من حيث التطبيق. يعني ما أعرف أشرح لكم الطريقة بالضبط، لكن ممكن أن نشوف من حيث خدمات المنطقة بتكون بسيطة. نحن هذا منطقة الوكالات، ولازم المنطقة تمتد لين آخر شيء على فكرة، منطقة صغيرة يعني مش منطقة ضخمة ترى على فكرة، يعني وايد صغيرة. بس اللي لازم نبدأ الحين نفس بحيرة أو
مكان اسير فيه بعيد، ابدا ولا اسوي استابلش للمنطقه الصناعيه ان امكن. طبعا المنطقه الصناعيه شوي ابعد من ما تبدو عليه، لازم تبدا من مكان مختلف، لكن بنبدا نعدل الشوارع طبقا على الاماكن اللي نحن عندنا، يعني بشكل عام. يعني انا اتكلم فعليا الشارع هذا ممكن نحن نوصله. على فكرة الرود تول وايد حلو في اللعبة، وايد أشياء فيها حلوة. خلينا نشوف الأشياء البسيطة، يعني مثلا محطة الماي. محطة الماي تحتوي على مجموعة أشياء نحن ممكن نزيد فيها أوتبوت مالها. يعني شوفوها كم يزيد، 37,000 متر كيوبيك، وهذا شو يسوي؟ يزيد الدوكيومنتيشن ريت. ما أعرف شو يسوي صراحة، ما يبالها ترجمة هاي، هدي اكتب ليها على جوجل ماب. بس اشكال المباني اللعبة ديتيلد بشكل عجيب جدا. ممكن نسوي شيء ثاني نحن، لان انا لغيت الجسر اللي موجود، نشوف لنا سيارة داشة اوكي، ونشوف شكل المدينة ومن وهي تنبني. شوف محلاها سيتي سكاي لاين، ما بخرت في التفاصيل، لكن بسبب من الاسباب الغامضة انا عندي الجرافكس بعدها ما قاعد يواكب سيتي سكاي لاين. يمكن عقب هذا الفيديو اسوي لي شيء مختلف ولا شيء، عفوا ازيد الاعدادات واسوي ابديت حق الجرافيك كارد، لان شوي عندي اشكاليه بسيطه في الموضوع. كفكره عامة. المهم هذا بالنسبه لهذا المكان. طبعا المكان يمتد ل يعني شويه اكثر من اللي تشوفونه تقريبا، ولكن اتصور هذا الحد لأول اكسبانشن فاضي. هني نبي نحط أشياء سياحية طبعا في المستقبل، ما نبي نحط أشياء عادية لأنها على البحر وهم مستعملينها حق السوالف. وعندهم في كم دائرة حكومية على الخط هذا، مراكز مختلفة. أنا بحط هني يمكن مركز الشرطة والمطافي المختص في المنطقة هذه. طبعا المنطقة هذه راح يكون لها زون، من يفتح الزون لارج تاون ولا اللي هي لارج فيلج عفوا، القرية الكبيرة. ما عندي الخط الخارجي، انا لغيته، فلازم ارد اوصله في حال نقصنا كهرباء. هنا خط من وين؟ من خارج المدينة حق هذه مايلستون انلوكت، ميوزيشن هاوس انلوكت. عندنا اماكن حكم بين الجسرين، منطقة فخمة واماكن فخمة. بما انه ما يتوصل من فوق فوصله من تحت، الامور طيبة. فتحلنا مع هذا ثلاث قطع، ثلاث قطع انا ابى اوصل فعليا قدر الامكان هذه المنطقه، بس ما بقدر حاليا. فشو بسوي؟ بسوي بيرتشيز اوكي، وبنحط لنا هني شارع مفروض يكون بينهم هاي واي فاصل اوكي. الهاي واي هذا كبير شوي، فشو بسوي؟ بجيب شارعين بارلل وبزيد المسافه بينهم بدون اليفيشن عفوا، بزيد المسافه بينهم لين ثلاثة، على اساس بعدين يستوون شوارع ضخمه، عرفتوا؟ وبنحطيهم هني. منها بنبدأ نبني مصفح، بس بناء مصفح راح يستهلك وقت وجهد ضخم جدا، وما بيكون في الوقت الحالي 100%، بيكون مجرد قاطع بسيط شارعين. نسوي لنا كيرف تول بالطريقة هاي. طبعا هذا كله راح على الأغلب يتغير. أنا نسيت موضوع المسافة، سامحوني. فمنها بنبدأ نسوي المكان عبارة عن فعليا مربعات. المربعات هذه تمثيل لواقع فعلي موجود عندنا المنطقة الصناعية مالنا. فهذا يا سادة الامتداد البسيط، كل امتداد يتبع امتداد. الحين المدارس، من حيث المدارس على انا ما اذكر كان في مدرسة واحدة تقريبا، بس ما بيكون مكانها بالنسبة لنا وايد دقيق، بتكون هني صوب العماير شوي للأسف، فأمر مرات مطلوب.
يدخلون لي اوت المدن الفعلي يتغير عن فعليا الاشياء اللي جاهزة. وطبعا خاصة عندنا انا لاحظت حاليا انه يكون في اماكن سبحان الله فاضية كمية مواقف شوي ضخمة، هذا بحد ذاته موضوع مختلف. هذا تكون مدرسة من الداخل او حق البساط او عندي هني عاوزنا اللي هو نهدمه بطريقة هذه. وصار لهم مدرسة طبعا من زمان عندهم مدرسة، لكن أرد أكرر وأقول ترى الموضوع استيحاء وليس يعني طبق الأصل. أنا هالشيء أبغى أركز عليه وايد، أن أعرف في حد لا مو بنفس الشيء، هو مو بنفس الشيء ولا راح يكون نفس. ما عندنا هدف نخليها كوبي بيست، لكن عندنا هدف أن قدر الإمكان نحن يعني نمثلها بشكل جميل إذا قدرت إن شاء الله. صراحة ضبط الدوار، قلت لكم الدواوير برد نضبطها شوي شوي. معظم الشوارع الداخلية بالطريقة هاي هيكلتها أحس إن الشوارع هاي مش سهل أبدا حطها الحين في اللعبة بعد ما بديت أحطيهم، ولكن صراحة جهد جبار ياخذ منهم، جهد جبار أساس إن أسوي شوارع نفس هاي صراحة الجهد جبار. بس هني المحلات طلعت محلاتها بتغير لعماير يمكن ميكست هاوسنج بعدين، لكن كشكل عام واشياء عامة عندنا شيء ثاني الا وهو قريب يعني. هالشيء ما عندنا نحن اياه هني في المدينة بالطريقة هاي محطوط خاصة لا سيمة ولا شيء يسمونه شيء بهذا الحجم، لكن من الممكن اني امثله بمنطقة عندنا خضراء مثلا. خلنا نسير شي لان في لا هذا مش بارل بعيد، نسوي لنا منطقة خضراء هني. طبعا هذا راح يتوصل بجسور، والجسور الحين بعد شوي بنبدأ نشتغل عليهم في هذا الفيديو ان شاء الله. يا اصدقائي بتكون قصة حلوة وفيديو جميل يسعدكم سعادة لا منتهي باذن الله. حديقة في مكان خاص حقها بروحه، سميتها حديقة انا على كيفي، ولكن كمنطقة خضراء استوى المكان الحلو. ليش؟ انا قاعد اخذ الديفينيشن او تعابير الناس فعليا كيف عايشه، عرفتوا علي؟ فيالس يتغير المكان طبقا للمواصفات. الحين في عندنا ترى محلات صناعيه، واجهه صناعيه، بنوك، محلات، اشياء ثانيه. انا هذه بحطيها في القابس اللي هني صراحه في واجهه الشارع، لان هي هذا الشيء اللي فعلا موجود يعني، مش لان لا بحطها هني ولا بحطها هني. بحاول اسوي التوزيع قدر الامكان عادل، بعدين لتسوي هذا المكان على الاغلب راح ينشل من هني وراح يستوي عندي نهر جديد هني ترى على الاغلب. المعلومه لان هذا الشيء بحد ذاته يعني ضخم يعني بحيث التطبيق. انزين انا هني عندي كم عماره في بين المفروض، لكن ما بضيفهم حاليا لان لو اضفتهم ما احس بالمدينه يعني، عرفتوا؟ وهني اللي نبغى نسوي نغير طريقة الهاي واي بشكل أو بآخر. انزين الحين هذا المكان اللي راح يتميز فيه أول شيء نحن نحبه صراحة نميز المكان بأشياء معينة يعني. منين احنا للارج بلج مثلا يا صديق أشياء عندنا سيجنتشر، عندنا صناعات قامت تطلع، الصناعات بتروح هني في مكان. طبعا بتجاوز وايد مدن في ابو ظبي، لكن في مكان هني راح اسميها العجبان. العجبان هذا منطقة مزارع على الاغلب راح تكون منتشرة من هني،
لين من بعد مصفح يعني راح تنتشر، الا اذا قررت اخليها مكان شوي مختلف او بعيد من الخريطة وايد عودة. بس من الممكن جدا اخلي العجبان تبدأ من هني تنتهي لين هني بمجمع جسور واضح، بس لازم تكون على نفس اللاين اللي موجود اللي بيودي يسميه خط دبي، احنا بنسميه عندنا في السلسلة هذه، عرفتوا علي؟ فبالتالي خل ناخذ لفة مع حد موجود في المدينة ونشوف شكل المدينة على الأقل حاليا. شوف هذا شكل المدينة إذا حبيتوا تفرفرون في المدينة. يا سلام، في انحناءات، في أشياء طبيعية، نحن منطقة صحراوية أكثر من خضراء، ولكن I think it's fine، أتوقع أنه عادي. ولازم نحط أشجار وشوي تزيينات ونعدل الدواوير المضروبة مالنا اللي لنا ما كان عندي يعني طول الدوار. انزين، نحن قلنا لكم المطافي والشرطة راح ينتقلون إلى هذا المكان طبيعيا طريقة هذه. انزين، وهذا الزون اللي هني راح أمسحه فعليا، راح أحط الشرطة داخل بشارع داخلي إلى هني، بحط المطافي شارع داخلي، بخلي مسافة إلى هني، وبحط لهم كلوزنج روندابوت الصغير. أنا هذا راح أستعمله لإغلاق المناطق الفعلي الطريقة هذه، ومنها ممكن نمتد تحت الجسر نحط لنا شيء بعد. حاليا ما في شيء تحت الجسر، فما أحس من الحكمة إني أبدأ أحط أشياء تحت الجسر. اللي بنفتحه التالي أول هاي واي لنا في المدينة، وبنفتح الباركينجز انلوك لان احسه مهمات، ولازم نسوي الجسر الاساسي مال المدينة لان حاليا ما عندنا جسر اساسي. ان هالجسر بيكون مستوحى بشكل ضخم من الجسر الفعلي اللي موجود في الشارع هذا. الجسر شوي معقد بالنسبة لي، ولكن من الممكن ان نسويه. في المناطق الخمسة الجديدة على فكرة راح نمتد الى وين الاعلى بالنسبة لبين رين، بس يبالي اشل منطقة واحدة من هني ومنطقة من هني، او لا نحن محتاجين نسوي الشوبينج حق هذا قدر الامكان الى يمين الخريطة هني اساس ما يسوي لي زحمة، وهذا بنسميه خط السعودية ولغويفات الطريق اللي نروح فيه بشكل عام. لكن ممكن نسوي هني هي معناه الهاي واي هني، ابا هاي واي ثاني ونهر هاي واي ثاني لين هني، فبالتالي راح اغني عن هذه المنطقه وابدا احفر في هذه المنطقه. والجبل ترى بنزله يعني ما بيتم جبل يعني، هذا بكبره الحين راح يستوي له الشفت للمنطقه الثانيه. طبعا سويت شوي تغييرات جوهريه من حيث الدواوير، وهاي غيرتهم كلهم تماما بشكل فعلي صراحه على اساس المكان يناسب اكثر. الطرف الثاني في شوي عماير، طبعا العماير اللي هني ليست سكنيه اساسا، بس نحن حاليا بنسويهم ميتيشن از شو بشكل عام كانهم رو هاوسز بالطريقة هاي هني. رو هاوسز ضعاف، الرو هاوسز الضعاف هاي يستحقون، مش يستحقون، ان في اصلا هناك كمية مواقف ضخمة في الترين اكثر ما تخيلون. بس خلنا نشل هذا ونحط مكان ثاني لان في وصلات من الشارع العام. انزين، وهذا يتوصل بالطريق المحلي عن طريقتين. أول شيء هذا هني، ثاني شيء هذا، أنا أغيره إلى هني. طبعا يتوصل في الأماكن الثانية، بس الحين الهاي واي كيف يتوصل؟ بما أن فتحنا الهاي واي، طبعا شارع الهاي واي وايد ضخم في أبو ظبي، 4 و
زائد واحد تقريبا بهالحول. زين خلينا نلغي هذا. فشو بنسوي؟ الابجريد العام مال الشارع بشكل طبيعي راح يكون 4، ما عدا اذا عندنا دخلات. اذا عندنا دخلات راح يتغير الحين. هذا ممكن نغيره عقب المشكلة لانه ما يقبل، بس حاليا ما بضيع الوقت فيه. زين بشكل عام هذه ولا هذا حجم الشارع. الشارع ضخم فيه ابو ظبي، الشوارع ما شاء الله تبارك الرحمن ضخمه. زين فبالتالي يوم عندنا فتحه هني مثلا لازم بيكون شارع اكبر، ويوم عندنا فتحه داخليه ثانيه، بس ما عندنا فتحه ثانيه عفوا حق المكان، يكون عندنا فتحه فعليه واقعيه واحده. هاي ستيب ممكن ان نحن نغير مكان الدخلة في حال ما ضبط. خلي الدخلة شوي ورا، انا مسوينها على اساس توازي منو الجماعة. الطريقة هاي منطقية اكثر بعد. و as simple as this بيكون عندنا هني هي الماير الميديم انسيتي مقابل منو؟ مقابل الجماعة اللي على اساس هاي اللي يكونوا يخدمون منطقتين. الشيء الاخير اللي تم لنا اللي هو نسوي الهايوي مال دبي، عفوا هذا خط العين بيكون، هذا بيكون خط دبي سموت، بيروح الخارج من مكان ثاني على اساس يمثل الشارع او الشارع العام افضل ما يمكن. الحين صار عندنا الهايوي. الهايوي is very 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 tricky to do، يعني على أساس إني أسوي هايوي نفس مال دبي. الهايوي عندنا في ضخامة عالية، فيه وسع عالي، ومن الممكن جدا إني أسوي فيه وايد غلط صراحة. بس الهاي واي نفسه فيه مجموعة تقاسيم ضخمة، يعني إذا نحن بنيه من الهاي واي من هني، ليش الهاي واي هذا الحين أسوي مثلا؟ بس لأن هذا بيرسم لنا خلنا نقول كيف أشرح لكم يا إخواني طريقة سهلة، هذا بيرسم لنا الحدود مال المدينة، ولا نحن كيف ممكن نسويه. فهذا بيكون يعني جزء ضخم من مدينتنا، بحيث الناس اللي جاية من دبي، بحيث الناس اللي رايحة بعد أبو ظبي إلى دبي. فالموضوع فيه نوع من أنواع التعقيد، مش 100% مش وايد، بس الشارع يصغر. ف من الممكن جدا ان نحاول نحن نتبع الشارع، نسكر اللود وغيره وهذا، ونحاول نسوي له قدر الامكان يعني نسخ، او خلنا نقول نحاول نحط الشارع قدر الامكان بامتياز بنفس الطريقة. وهذا الخط غير مكتمل، لكن للوضع الحالي ممكن انه يمشيني فعليا. يعني للوضع الحالي في خطوط ثانية داخلة من طرف اخر، دائري دوار كعفوا كشارع جسر دائري بعد يمتد يرجع مرة ثانية الشارع من مكان واحد مختلف من هذا الاتجاه، ويستوي عندنا شبه هايوي، وعندنا انضمام الى الشارع بعد من مكان ثاني. يعني بيستوي هذا بالاتجاه المقابل بزاوية واحدة من هني فقط. طبعا المكان فيه شوي أشجار وأشياء كبيرة في الوسط، اللي هي الشيء اللي نحن نقدر خلنا نقول نسوي له إميتيت أو تشبيه بأكبر أشجار عنا. أنا أحس هاي يمكن تكون أكبر أشجار، ممكن نزرعها هني ونخليه يعني لين الأشجار نفسها تنمو. فيها في النص بوشز، ممكن نحط بوشز قدر الامكان، مكان كثيف شوية. ف
فبيمثل اكثر شيء زراعه في ابو ظبي، يعني ما شاء الله تبارك الرحمن على نطاق عالي الزراعه. فانا ممكن احاول اسوي ايميتيشن بسيط او شيء بسيط الزراعه اساسا انها تكبر ويانا على الوقت، وما تسوي لنا مثل ما تقولون عقب نحطيها وتكون صغار، لا من الحين خليها موجوده عندنا في نص الشارع يمين يسار وهلم جرى طبعا بالطريقه هذه. الحين هذه منطقه اساسيه وايد، يعني عندنا خط دبي بيروح لين هني على الاغلب، وهني بيكون العجبان اذا كان في منطقه زراعيه بيكون ربعي، اذا ما في منطقه زراعيه بنحط مزارع دواجن، بنحط مزارع دواجن واشياء نفس هاي. بتكفي يعني، ولا بسوي لنا مدخول طيب. بس بشكل عام هذه المنطقه، انت ليش زعلان؟ not enough customers. ممكن نحط بيوت زياده هني، منطقه بعد تجاريه ثانيه في المكان، وممكن الحين نبدا نحط هني بيوت لان هذه المنطقه ان شاء الله بتتشفت هني. بس حاليا ان يعني مثل ما تقولون سعيد انا بالنتيجه الحاليه اللي موجوده، اتمنى انكم سعيدين كذلك فيها. خلنا نحط بس الشيء الاخير اللي هو كم من بيت هني، عفوا بيت بالطريقه هذه، ونحطينا هني، لا مش عماير عفوا، بيوت بالطريقه هذه. هذا اللي يخلي المكان شوي لها روح. اتمنى هذا الفيديو ان اعطيكم الزاويه الحلوه اللي هني، هذا الفيديو كان مختلف بالنسبه لكم وشفتوا شوي المدينه بشكل افضل. يعني صراحه يعني ويبانا شوي نحرك بعض امور، ان شاء الله راح نحركها. مشكورين على متابعة الفيديو، ونشوفكم في فيديو قادم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.